لا شك في ذلك ان المستشفيات المحوريه هي تعتبر العمود الفقري للمحافظات لتقديم الخدمات، وهي موزعه على الاربع المحاور. كما تعلمون ان مساحه شبوه متراميه الاطراف، وهذه المستشفيات متوفره اليوم فيها خدمات بفضل الله، ثم بفضل الاخوه في دوله الامارات العربيه المتحده بدعمهم السخي عبر مؤسسه خليفه. هناك توفرت خدمات يلتمسها المواطن على أرض الواقع. خدمة الإسعافات تأتي لاستكمال المرحلة الأولى، وهي الخدمة التي يحتاجها المريض من المستشفيات المحورية إلى المستشفى التخصصي، وهو مستشفى الهيئة في المحافظة، الذي أيضا مدعوم من قبل مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية.